أنا هناك في ليبيا بعد أن أجريت الانتخابات، لما كانت انتخابات أولى وكان المشهد يسير بطريقة سليمة، الكل يتذكر هذه المسألة قبل أن تبدأ هذه الصراعات. كان هناك اشتغال على وثيقة دستورية نعم وكانت هناك نقاشات. أعتقد بأن هذه الوثيقة من صعب اليوم العودة بها، لأنه حتى الأطراف هي تغيرت، توازن القوى تغيرت، ولكن هل يمكن من أن يبنى الممكن عليها دكتور منار؟ من الممكن أن تكون وهي عبارة عن مسودة، أقول بأنها مسودة أولية، من الممكن أن تكون الانطلاقة منها طيب. وتحديد طبيعة شكل الدولة أولا، كيف سيكون في ليبيا، طبيعة النظام السياسي، طبيعة الانتخابات كيف ستكون، كل هذه الأمور هي تتضمنها الوثيقة الدستورية. وهنا مطلوب الانتباه، وهو هذه المسودة يجب أن تخرج ويبدأ النقاش عنها. لماذا؟ لأنه لما نتحدث عن الأنشطة الدولية، هناك صناعة الدساتير الدولية، يأتي هناك من يقوم بعملية إعداد دستور خارج ليبيا ووضعه، بمعنى لما نقول ليبيين لهم مسودة بدأت، وهنا يجب أن يبدأ النقاش حولها وأن يتم تطعيمها بتوازنات القوى الجديدة، لأن الخلاف اليوم راه هناك تطور كبير، ولكن فين بقى الخلاف اليوم؟ كاين خارطة نحو الانتخابات باتت متفق عليها، كاين الاختصاصات والصلاحيات ديال السلطة التنفيذية أيضا بات نعم. متفق عليها، ولكن هناك شروط والمعايير أيضا متفق عليها، ولكن الخلاف حول الآليات، آليات اختيار أشخاص. هناك حديث اليوم مثلا، هناك من يدعم يمكن مثلا تكون شخصية جديدة، هناك من يقول بأنه السراج تراجع عن استقالة ديالو، يمكن أن يبقى في مرحلة انتقالية. هذا هو النقاش اليوم، هذه الحلقة ديال هذه النقاش حول الأشخاص. لهذا قلت في تونس وقع هناك فشل. لماذا؟ لأن 75 شخصا حضرت، ولكن البعثة الأممية ارتكبت خطأ في معايير اختيار الأشخاص. هذه المسألة في ليبيا هي حساسة جدا. لماذا؟ في الحقيقة يجب مراعاة منار الكثير من الانتقادات وجهت للأمم المتحدة، صدقت في الاختيار، ولكن حتى في تسيير الجلسة برمتها كانت هناك الكثير من المؤاخذات عليها. إلى أي مدى اليوم المجتمع الدولي دكتور منار مطالب بمواكبة هذه التفاهمات الأولية على الأقل؟ أولا، هناك كما قلت الأمم المتحدة، هناك بعض الأخطاء التي ترتكب في مسألة اختيار الأشخاص الذين يحضرون، هذا إشكال. أيضا في طبيعة الأوراق التي تقدم، هناك معلومات من الليبيين أنفسهم تقول بأنه أحيانا يكون اتفاق على أوراق بين الليبيين، وعند قراءتها تضاف إليها عناصر جديدة، مع العلم أنه كاين جانب آخر يواكبه مجلس الأمن يدفع. الإشكال الآن أين؟ الإشكال في ما نسميه نحن بالأجندات الدولية، في هذا الوقت مثلا الذي يبدأ فيه الليبيون عملية التحول داخل عملية سلمية. نسمع مثلا هذا الخبر ديال منذ الساعات الماضية أن هناك سفينة تحمل أسلحة هي تركيا نقولها، وتتوجه نحو الأراضي الليبية. هذا خطير جدا، لأنه الآن هناك اتفاق على وقف إطلاق النار، وهناك اتفاق على أنه الليبيون مع الليبيون، لأنه تبين من خلال تتبع كل اللقاءات التي يحضر فيها الليبيون مع الليبيون وتكون هناك جهة مسهلة فقط، هنا يكون نجاح. لما تدخل الأجندة الدولية مثلا ما شاهدنا في برلين وغيره، هناك من يتحدث بالليبيين، هنا يقع التعثر. واضح الآن، واضح المعالم أمام المجتمع الدولي. إذا المجتمع الدولي هو أن يختار من يسهل، يقوم بعملية معروفة في الدبلوماسية، كاين ما يسمى بمن يسهل. المغرب اليوم ويقوم بهذا الدور، تسهيل اللقاء بين الليبيين ومحاولة إزالة العراقيل، لكن ترك الليبيين هم يأخذون قراراتهم. هذا هو الأساسي المطلوب اليوم. كلما فرضت عليهم أجندة بمعنى سيكولوجية الليبيين إلا ويبدأ هناك صراع بينهم.